بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلاب الفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة كفر الشيخ شعبة المحاسبة في مادة المحاسبة الضريبية 2. معاكم دكتورة هالة العجل. الحقيقة النهاردة احنا هنستكمل الموضوع اللي بدأناه في الأرباح التجارية والصناعية. كنا خدنا قبل كده الإيرادات، والنهاردة هناخد حالة خاصة هي عبارة عن العقود طويلة الأجل، وبعدين هنبدأ نشتغل في التكاليف وجبة الخصم بنص القانون. الحالة الأولانية اللي معانا وهي حالة العقود طويلة الأجل. الأول بنبدأ نتعرف يعني إيه عقود طويلة الأجل. بيقول إن هي عبارة عن عقود التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات اللي هترتبط بيها، بشرط إن يكون عندي سمة تجمعهم جميعاً، هو ان الشركة هتنفذ هذه العقود لفترة اكتر من فترة ضريبية او اكتر من سنة. السؤال اللي دايما بيجي قدامنا، يا ترى مصلحة الضرائب هتستنى تتعامل معانا لغاية ما ينتهي العقد ونعرف ان احنا كسبنا او خسرنا، ولا هي هتتعامل معانا بصورة مبدئية لغاية ما ينتهي العقد وبعدين تبدأ تحاسبنا فعلا؟ حقيقة احنا عندنا طريقة هنستخدمها زي ما هنشوف بعد شوية، بنسميها طريقة نسبة الإتمام. طيب لما نيجي نشوف أمثلة للعقود طويلة الأجل زي ايه؟ زي عقود المنشآت، زي عقود تصنيع السفن، اللانشات، الأوناش كبيرة الحجم، عقود تجهيز المصانع، وعقود الصيانة أو أداء الخدمات المرتبطة بيها. وزي ما حضرتك شايف إن كل الحالات اللي فاتت أو كل العقود اللي فاتت دي عقود هتستغرق في تنفيذها أكتر من سنة. طيب زي ما اتفقنا إن إحنا عندنا في قانون الضرائب اتفق على طريقة هنستخدمها بنسميها نسبة الإتمام. الحقيقة الطريقة دي بتعتمد على مجموعة من المعادلات هنبدأ نستعرضها مع بعض، وبعدين ناخد مثال نشوف ازاي احنا بنقدر نطبقه. الحقيقة لما عندي العقد ممكن اقسمه لجزئين، كل السنوات اللي هيمر بيها العقد ما عدا السنة الاخيرة انا بتكلم عن ربح ضريبي تقديري، يعني انا بقدر تقريبا انا كسبت قد ايه، وبروح لمصلحة الضرائب بتتحاسب معايا على الجزء ده. وفي جزء تاني اللي هو بنسميه نهاية العقد أو آخر سنة في العقد أو تسوية العقد زي ما بيقولوا. السنة دي بيبدأ يبان قدامي إن هناك أرباح فعلية أو خسائر فعلية، ما عادش فيه بقى حاجة تقديرية، فبتبدأ مصلحة الضرائب تشوف المبالغ اللي أنا اتحاسبت عليها وتشوف المبلغ اللي فاضل لم يتم التحاسب عليه، بنتحاسب عليه في السنة الأخيرة زي ما هنعرف من المعادلات اللي جاية. طيب هنبدأ في كل سنوات العقد ما عدا السنة الأخيرة. أنا عندي فيه ثلاث معادلات بستخدمهم. أول واحدة فيهم بسميها نسبة الإتمام السنوية. يعني إيه نسبة الإتمام؟ يعني حضرتك تقريبا نفذت قد إيه من العقد. لو أنا عندي مثلا هفترض إن في مستشفى أنا بنفذه، طب أنا نفذت قد إيه من المستشفى دي؟ نفذت 20%، 30%، 25%، أي مكان اللي أنا نفذته. الكلام ده بجيبه من معادلة بتقولي إن التكاليف الفعلية للعقد في كل سنة على حدة اهي على إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل، لو أنا ضربتها في 100% هتديني نسبة مئوية. تاني، نسبة الإتمام هي عبارة عن تكاليف فعلية للعقد في سنة ما، الكلام ده على إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل، لو ضربتها في 100 هتديني نسبة مئوية، ده تقريبا أنا أنجزت قد إيه من العقد. طيب في حاجة تانية أنا عايز أعرفها، ما نسميها الربح التقديري للعقد. هو أنا كنت متوقعة إن أنا أكسب خلال الثلاث سنين أو الأربع سنين أو أي ما كانت مدة تنفيذ العقد، أنا كنت متوقعة أكسب كده. الحقيقة الكلام ده بيجي عبارة عن الفرق ما بين قيمة العقد، المبلغ اللي انا هاخده في نهاية العقد لما اطرح منه التكاليف اللي انا مقدر ان انا اصرفها عشان انجز هذا المشروع. فانا عندي المعادلة دي بتيجي بعبارة عن الفرق ما بين قيمة العقد ناقص تكاليف المقدرة للعقد. طيب يبقى معنى كده لو انا بتحاسب قدام مصلحة الضرائب كل سنة عن ربح ضريبي وهو تقديري، انا كل سنة بنتحاسب ازاي؟ بشوف الربح التقديري للعقد، لو ضربته في نسبة الإتمام هيطلع لي رقم، هذا الرقم بنبدأ نروح لمصلحة الضرائب وبنتحاسب عليه ضريبيا بصورة مؤقتة.
الكلام ده هيستمر في كل سنوات العقد ما عدا في السنة الأخيرة. في السنة الأخيرة بقى مش هيبقى عندي حاجة اسمها أرباح تقديرية العقد، لكن هيبقى عندي حاجة اسمها ربح فعلي العقد. أنا فعلا كسبت كام؟ أنا فعلا كسبت كام؟ ده عبارة عن فرق ما بين إيرادات، ولكن المرة دي فعلية، ناقص تكاليف برضو فعلية، عشان يديني هذا هو الربح الفعلي اللي تم بعد فترة من الزمن على حسب العقد. طيب ربح العقد بقى في السنة الأخيرة مصلحة الضرائب هتحاسبني على إيه؟ الحقيقة هتحاسبني على الربح الفعلي اللي أنا كسبته خلال كل السنين اللي فاتت، لما تطرح مني الأرباح التقديرية اللي أنا سبق اتحاسبت عليها، وبالتالي ده عندي الربح في السنة الأخيرة. تاني، أنا عندي في العقود طويلة الأجل أنا بقسم العقد على مرحلتين. المرحلة الأولانية كل السنوات ما عدا السنة الأخيرة، وكل الفترة دي أنا بتحاسب تقريبي أو تقديري، ثم في السنة الأخيرة بيبقى عندي ربح فعلي، وبالتالي مصلحة الضرائب بتحاسبني على الفرق، الرقم اللي أنا ما تحاسبتش عليه. وقد ينتهي الربح العقد بربح، وقد ينتهي بخسارة، وده اللي هنشوفه في المراحل اللي جاية. طيب لو جينا نشوف تطبيق موجود عند حضرتك في الكتاب كده، فبيقول أنا عندي بتستخدم إحدى منشآت نسبة الإتمام للمحاسبة عن الإنشاءات طويلة الأجل اللي هتقوم بتنفيذها. الكلام ده في 1/1/2015، وبدأت المنشأة في تنفيذ العقد اللي هتبلغ قيمته 2 مليون جنيه. يعني أنا متفق أن أنا هاخد 2 مليون جنيه بتكلفة تقديرية أنا مقدر، وأنا بتفق معاهم أن أنا هتكلف ما يعادل 1,600,000 جنيه. الكلام ده يعني ان انا في الاول كده كنت متوقع ان انا هكسب ما يعادل 400,000 جنيه. العقد ده هيستغرق تنفيذه 3 سنين، فاذا علمت ان التكاليف الفعلية كانت كما يلي. خلي بالك ده اللي انا مقدره، وده سواء كان بالنسبة للإيرادات او بالنسبة للتكاليف، لكن المرة دي هيبدأ يديني التكاليف الفعلية. هو أنا اتكلفت كام في الثلاث سنين اللي أنا هنفذ فيها؟ أنا في أول سنة في سنة 2015 اتكلفت 400,000 جنيه، 16,800,000 جنيه، 17,480,000 جنيه. لو حضرتك جمعت كده هتلاقي المبلغ الفعلي كان أكتر من اللي أنا كنت مقدرة. أنا كنت مقدرة إن أنا هتكلف 1,600,000، فالحقيقة لما جيت أنفذ في 80,000 جنيه كده هنا جم زيادة، معنى كده ان التكاليف بتاعتي زادت، وبالتالي ده هيأثر على الربح التقديري اللي انا كنت متوقع. طيب هو عايز ايه؟ هو الحقيقة عايز حساب صافي الربح الضريبي خلال فترة تنفيذ العقد، وعايز بيان تسوية العقد في نهاية الفترة. زي ما اتفقنا ان احنا في العقود طويلة الاجل بنقسم العقد لحاجتين. الحاجة الاولانية هي الفترة أو السنين اللي أنا بستخدمها فيما عدا السنة الأخيرة، وأنا عندي المرة دي سنتين، عندي 15 و16، وعندي السنة الأخيرة بتاعت العقد اللي هيتضح فيها أنا كسبت فعلا كام السنة دي في سنة 2017. طيب تعال نشوف مع بعض كده إحنا ممكن هنستخدم إيه. لو أنا هفكرك إحنا في أول سنين أنا كانت أول معادلة بتهمني ما أسميها هي نسبة الإتمام. هي إيه نسبة الإتمام؟ هو أنا باخد التكاليف الفعلية اللي أنا صرفتها في كل سنة على حدة، وهي 2015 و2016، وأقسمها على إجمالي التكاليف التقديرية وأضرب في 100 عشان يديني حاجة بسميها نسبة الإتمام. طب تعالى مع كده نشوف إحنا هنعمل إيه. أنا عايز أشوف سنة 2015 إيه اللي حصل فيها، فحضرتك هتقولي طب خلي بالك هي إيه التكاليف الفعلية اللي حصلت في سنة 2015 وهجيبها منين؟ هو بيدهاني في جدول من خلال التمرين. الكلام ده على إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، التكاليف اللي أنا قدرت إن أنا أصرفها خلال فترة العقد كلها، والمبلغ ده بيبقى ثابت أنا مقدره من البداية لما أضربه في 100. لو طبقنا الكلام ده على سنة 2015، الحقيقة أنا صرفت فعلا 400,000، وإجمالي التكاليف التقديرية بتاعتي كانت 1,600,000. لو ضربت الكلام ده في 100 هيطلع لي نسبة مئوية تعادل 25%. الكلام ده يعني بالنسبة لي ان انا قدرت ان انا اجهز او
أنشئ ما يعادل حوالي 25% من قيمة العقد. طيب المعادلة الثانية اللي أنا عايز أحسبها هو إيه الربح التقديري للعقد. ولو حضرتك فاكر كنا بنقول إن ده عبارة عن قيمة العقد، المبلغ اللي أنا هاخده لما أطرح منه التكاليف المقدرة أنا كنت عندي. طيب لو جينا نطبق الكلام ده، الحقيقة أنا متوقع أو أنا هاخد 2 مليون جنيه والتكاليف اللي أنا مقدرها 1,600,000 جنيه، فمعنى كده إن أنا متوقع إن أنا هكسب خلال 3 سنين أنا هكسب ما يعادل 400,000 جنيه. فمصلحة الضرائب بتبدأ تحاسبني إزاي؟ بتقولي والله هو في صافي ربح ضريبي هنتحاسب عليه مبدئيا في سنة 2015، هو عبارة عن الربح التقديري للعقد اللي هما 400,000 جنيه اللي أنا متوقع إن أنا أكسبهم. لو أنا ضربتهم في نسبة الإتمام اللي هي 25% هتقوم تديني 100,000 جنيه، وكأني أنا في أول سنة حققت ما يعادل 100,000 جنيه. ومرة تانية هذا بصورة تقديرية أو تقريبية لغاية ما ننتهي في نهاية العقد ونشوف إحنا كسبنا كام أو إحنا خسرنا كام. الكلام ده في سنة 2015 وهتحاسب على مبلغ 100,000 جنيه. هاجي في 2016 أنا بكرر نفس المعادلات اللي موجودة عندي، فأنا مثلا عندي نسبة الإتمام، هو أنا صرفت كام فعلي من واقع الجدول بتاعي؟ الحقيقة أنا صرفت 800,000 جنيه. الكلام ده يعني بالنسبة لي إن نسبة الإتمام في سنة 2016 بنفس المعادلة هي تكاليف فعلية تمت في سنة 2016 اللي هي عبارة عن 800,000 جنيه على إجمالي ربح مقدر للعقد، والرقم ده ثابت هو 50%. المرة دي أنا أنجزت ما يعادل 50% من العقد. طيب ولو كان الربح التقديري للعقد اللي أنا مش هعيد أحسبه كل سنة لكن هو بقى موجود عندي بالفعل، أمال إيه هو صافي الربح الضريبي لسنة 2015؟ أنا هروح أتحاسب مع مصلحة الضرائب على كام؟ الربح التقديري للعقد اللي هو عبارة عن 400,000 جنيه لو ضربته في نسبة الإتمام اللي هي 50%، معنى كده أنا هتحاسب قدام مصلحة الضرائب عن 200,000 جنيه. طيب لغاية كده أنا دلوقتي اتحاسبت قدام مصلحة الضرائب عن كام؟ عن 100,000 جنيه في سنة 2015 و 200,000 جنيه في سنة 2016. هنيجي للسنة الحاسمة بقى اللي هي سنة 2017، وهي السنة النهائية أو ما نسميه الربح الفعلي للعقد وإزاي تسوي العقد في الآخر. طيب نيجي بقى في الربح الفعلي للعقد، هو إيه الربح الفعلي للعقد؟ هو الحقيقة هو عبارة عن إيرادات فعلية ناقص تكاليف فعلية. هو أنا خدت كام من العقد؟ الحقيقة أنا خدت من العقد ما يعادل 2 مليون جنيه، أنا خدت 2 مليون جنيه بتوعي، لا خدت زيادة ولا خدت نقص. طيب وصرفت كام؟ المرة دي أنا بخصم التكاليف الفعلية اللي موجودة عندي في الجدول اللي هي قد تكون هي نفسها التكاليف اللي أنا قدرتها أو تكاليف أكتر. الحقيقة المرة دي أنا هجمع التكاليف اللي أنا صرفتها في الثلاث سنين، هيكون عندي التكاليف الفعلية أو الربح الفعلي للعقد أنا حققت 320,000 جنيه، أنا كنت متوقع 400,000 جنيه، لكن اللي حققته فعلا هو ما يعادل 320,000 جنيه. هنسأل هي مصلحة الضرائب حسبتني قبل كده على أرباح قيمتها كام؟ الحقيقة مرة حسبتني على 100 ومرة حسبتني على 200، يبقى معنى كده لما نيجي في آخر سنة ونقول الربح في السنة الأخيرة أنا بتكلم عن ربح فعلي اللي هو 320,000 جنيه، وهطرح منه الأرباح التقديرية وهي الأرباح اللي سبق إن أنا اتحسبت فيها مع مصلحة الضرائب. يبقى معنى كده الربح اللي حصل في السنة الأخيرة هو عبارة عن الربح الفعلي للعقد اللي هو 320,000 جنيه لما اطرح منه إجمالي الأرباح اللي أنا اتحققت أو اتحسبت فيها مع مصلحة الضرائب، وهي مرة 100 في سنة 2015 ومرة 200 في سنة 2016، عشان يكون عندي الربح اللي أنا هتحاسب عليه قدام مصلحة الضرائب هو عبارة عن 20,000 جنيه. طيب ساعات بيحصل عندي في العقد إن بتحصل خسارة، بدل ما أنا أجي أسوي العقد في الآخر ألاقي إن فيه ربح بيحصل خسارة، ودي عادة بتحصل لما بيبقى فيه ارتفاع مفاجئ مثلا في أسعار المواد الخام، حاجة أنا مش عامل تقديرها بصورة يعني مكنتش متوقعها. وبالتالي في الحالة دي احنا بنتحاسب ازاي؟
الحقيقة احنا عندنا ترحيل الخسائر بصفة عامة، انا برحل الخسائر لمدة 5 سنين لقدام. طيب بالنسبة لعقود طويلة الأجل، لأنه الخسارة فيها بتبقى كبيرة جدا نتيجة لأنه حصل حاجة مفاجأة ما كنتش واخدها في الاعتبار، زي ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مثلا لو أنا بستخدم منتجاتي كلها من الخارج. فاللي بيحصل الحقيقة المرة دي إن مصلحة الضرائب استخدمت طريقة خاصة في ترحيل الخسائر. إيه الطريقة الخاصة دي؟ بتقولي والله أنا الخسارة اللي هتتحقق في نهاية العقد دي أنا هبدأ أرحلها للخلف الأول. يعني إيه للخلف؟ يعني أنا هبدأ أرجع، أفترض زي العقد بتاعي مثلا ده خلص في سنة 2017، يبقى أنا أول ما هبدأ أستهلك الخسائر هستهلكها من 2016 الأول وبعدين 2015. طيب افرض وصلت لغاية 2015 وكانت لسه ما زالت هناك خسارة موجودة عندي، أنا هعمل إيه في الخسارة دي؟ أنا من حقي إن أنا أرحلها للأمام وأرحلها بحد أقصى 5 سنوات. طب تعال نشوف مثال. عندنا التطبيق الرابع اللي موجود في الكتاب بيقول بافتراض ان انا استخدمت نفس بيانات التطبيق السابق، الا ان في حاجة واحدة اختلفت، ان انا حصل في نهاية العقد في خسارة ما كانش عندي مكسب. الخسارة دي ازاي ترحلها؟ لو كانت مرة المبلغ اللي عندك اللي انت خسرته 220,000 جنيه، وازاي ترحلها لو كان المبلغ اللي انت خسرته 330,000 جنيه. طيب مرة تانية هنرجع نفكرك بترحيل الخسائر في العقود طويلة الأجل كحالة خاصة، مش ده الأصل بتاعي. الأصل بتاعي ان انا برحل لقدام فقط لمدة 5 سنين، ولكن اتفقنا في العقود طويلة الأجل انا عندي مرحلتين. مرة برحل للخلف وببدأ من الأحدث للأقدم، ثم إذا الأرباح بتاعتي ما كفتش بتاعت العقد أنا ممكن بعد كده أرحلها ال5 سنين لقدام. طيب نبدأ في أول حالة. لو أنا كنت في آخر سنة خسرت 220,000 جنيه، مع ملاحظة إن كل بيانات التمرين بعد كده ثابتة. يعني إيه ثابتة؟ يعني أنا جيت في سنة 2016 وحققت ربح 200,000 جنيه، وجيت في سنة 2015 وحققت ربح قدره 100,000 جنيه. بص معايا كده احنا هنتعامل ازاي. الرقم اللي موجود، انا جيت في 2017 وكانت فيه خسارة قيمتها 220,000 جنيه. طيب الاول برجع ل 2016، هو انا كنت حققت مكاسب كام؟ فقال والله انا في 2016 كنت حققت مكاسب تعادل 200,000 جنيه. يا ترى المكاسب دي تقدر تغطي كل الخسائر؟ قال لي لا، ده انا لو استخدمت كل الارباح دي عشان اغطي الخسائر اللي عندي هيفضل مبلغ 20,000 جنيه ما زال لم يتم تغطيته. طيب هاخد ال20,000 جنيه الخسارة دول وارجع بيهم لسنة 2015، هو انا في 2015 كنت محقق مكسب كام؟ كنت محقق مكسب قيمته 100,000 جنيه. معنى كده انا ممكن استهلك كل الخسارة اللي هي قيمتها 220,000 جنيه من خلال الارباح اللي تمت في السنوات الاولى من العقد. وفي الحالة دي الممول هيعمل ايه؟ الممول ده هيسترد كل الضرائب اللي دفعها في سنة 2016 اللي هي ضرائب عن 200,000 جنيه. مش بس كده، وكمان انا استخدمت ارباح سنة 15 خدت منها 20,000 جنيه، فمصلحة الضرائب مفروض تديني الفرق ما بين ان انا بحسب الضريبة عن 80,000 جنيه بدل 100,000 جنيه. تاني، أنا عندي خسارة ظهرت في السنة الأخيرة من العقد، من حقي أرحلها الأول خلال سنوات العقد كلها، وببدأ من الأحدث للأقدم. أنا جيت استهلكت 200,000 جنيه من 220 في سنة 2016، الجزء الباقي قدرت استهلكه في سنة 2015. الممول ده هيسترد كل الضريبة اللي سبق دفعها في 2016، وفرق الضريبة ما بين 80,000 جنيه وال100,000 جنيه اللي هو اتحاسب عليهم ضريبات. طب أنا عندي الحالة الثانية بتقولي طب افرض ان الخسارة اللي عندي ما كانتش يعني كانت 330,000 جنيه، خلينا في الرقم اللي هو مدهولنا، يا ترى انا هتصرف ازاي؟ بص معايا كده، زي ما اتفقنا القاعدة بتاعتنا انا هرجع من الاحدث. فانا 330,000 جنيه الخسارة اللي عندي دي انا عندي مكسب في سنة 2000
و16 قيمته 200,000 جنيه. الاول هاخد المبلغ ده واستهلك منه جزء من الخسائر. يعني ايه استهلك جزء من الخسائر؟ يعني مصلحة الضرائب هيبقى هترجع لي هذا المبلغ من الضريبة اللي انا سبق دفعته. طيب فضل عندي كام المرة دي؟ لو انا خدت 330,000 جنيه وطرحت منهم 200، هيفضل عندي 130,000 جنيه ما زالت خسائر مرحلة. هرجع على أرباح سنة 2015، أنا كنت محقق أرباح قيمتها 100,000 جنيه. طب لو أنا حتى خصمت 100,000 جنيه من 130,000 جنيه، ما زال عندي خسائر مرحلة قيمتها 30,000 جنيه. الممول في الحالة دي هيسترد إيه؟ هيسترد الأرباح اللي دفعها في سنة 2016 وكمان اللي دفعها 2015، وهيبقى من حقه ان هو يرحل الجزء الباقي اللي هو موجود عندي اللي هو 30,000 جنيه ده لمدة 5 سنوات للأمام. مرة تانية، انا عندي العقود طويلة الاجل هي حالة خاصة، سواء كانت في المعالجة بتاعتها وسواء كانت في ترحيل الخسائر. ولما بيبقى عندنا دايما حالات خاصة بنتوقع فيها طبعا ان هو بيجي لنا بعض الأسئلة. المرة دي بقى احنا هنبدأ ندخل في جزء تاني في الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما نسميه التكاليف وجبة الخصم. احنا تعرضنا للإيرادات. الحقيقة التكاليف وجبة الخصم دي بنقسمها لنوعين، في تكاليف منها هتبقى وجبة الخصم بنص القانون، يعني جه قانون الضرائب وحدد حالات معينة ازاي تقدر تتحاسب عليها وامتى تعتبر دي من التكاليف وجبة الخصم وامتى لأ. والحقيقة احنا هنتعرض لجزء منها ثم هنستكمل الباقي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. طيب هو ايه اول حاجة في العوائد، او ما نسميها العوائد المدينة او فوائد المدينة؟ ساعات الشركة بتقترض قرض معين عشان تستخدمه في توسيع النشاط، تشتري مواد خام، تشتري آلات ومعدات الى اخره. الحقيقة القروض اللي انت بتستخدمها في اغراض المنشأة بتعتبر من التكاليف وجبة الخصم، ولكن مصلحة الضرائب حطت حد أقصى لهذه الفوائد. الحد الأقصى بتاعي هو ما يزيدش عن ضعف سعر الائتمان أو سعر الفايدة اللي هيحدده البنك المركزي. تاني، أنا عندي شرطين في فوائد القروض لمصلحة الضرائب هتسمح بأن أنا أخصمهم واعتبرهم أن دول من ضمن التكاليف وجبة الخصم. الحاجة الأولانية أن القرض ده أنا أستخدمه في نشاط المنشأة، والحاجة التانية أن سعر الفايدة اللي الممول هيكتبه لي في الإقرار ما يزيدش عن ضعف سعر الائتمان المحدد بمعرفة البنك المركزي. طب لو اداني أكتر، يبقى الجزء الأكتر ده أنا مش هستخدمه. طب لو القرض ده لم يتم استخدامه في أنشطة المنشأة، أنا مش هعتبره من التكاليف وجبة. الحقيقة بقى أنا عندي الجزء الكبير اللي هو هنشتغل عليه فترة، واللي احنا يمكن واحنا في المحاضرات كده كنا بنتكلم ان الإهلاك من ناحية المحاسبية بنتعامل معاه بطريقة معينة، ومن ناحية الضريبية بنتعامل معاه بطريقة تانية. المرة دي هنتكلم عن الإهلاك العادي للأصول الثابتة من ناحية الضريبية. هو في إهلاك عادي وفي مش إهلاك عادي؟ أنا عندي حاجة هنتعرف عليها برضو النهاردة بعد شوية كده بنسميها الإهلاك الإضافي. طيب من ناحية الضريبية مش من المحاسبية، احنا بنقسم الأصول لأربع مجموعات، كل مجموعة منهم أنا بحدد نسبة الإهلاك وبحدد طريقة الإهلاك. هنحاول نكون مع بعض في المجموعات الأربعة، لأنهم الحقيقة محتاجين من حضرتك مجهود في الأول وبعد كده هتبقى الدنيا سهل. أنا عندي أول مجموعة وإحنا كاتبينها كده مقسمينهم مباني، منشآت، تجهيزات، سفن، طيارات. يا ترى الكلام اللي أنا بقوله ده على سبيل المثال؟ لا، على سبيل الحصر. أنا عندي الحاجات دي هي بس تمثل المجموعة الأولى. أشهرهم طبعا المباني والمنشآت. مباني، منشآت، تجهيزات، سفن، طيارات، الحقيقة دي تمثل المجموعة الأولى، وبستخدم نسبة إهلاك تعادل 5% من تكلفة الشراء أو الإنشاء أو التطوير أو التجديد. بستخدم طريقة نعرفها محاسبيا وهي طريقة القسط الثابت مع مراعاة مدة الاستخدام. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انا لو شاري المبنى ده مثلا في 1/7، معنى كده ان انا استخدمته لمدة شهور. لو شاريه مثلا في 1/4، معنى كده ان انا هستخدمه مدة 9 شهور، من 1/4 لغاية اخر السنة. يبقى معنى كده انا مطلوب مني ان كمصلحة الضرائب ان انا هحاسبك على نسبة 5%. فلو حضرتك اديتني نسبة اكتر، النسبة الاكتر دي هيتم استبعادها ومش هتعتبرها من تكاليف القسط الخصم، وبشرط ان انا اتبع طريقة القسط. المجموعة الثانية من الأصول هي عبارة عن الأصول المعنوية، وهي عبارة عن الأصول اللي ملهاش وجود مادي، ولكن الحقيقة لها قيمة كبيرة بالنسبة للشركة، زي الملكية حقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وبراءات الاختراع والشهرة إلى آخره. الكلام ده الحقيقة هو له قيمة كبيرة بالنسبة للمنشأة بالرغم إن ملوش وجود مادي. الحقيقة أنا عندي المرة دي نسبة الإهلاك 10%، وطريقة الإهلاك القسط الثابت، وهراعي مدة الاستخدام. يبقى أنا عندي مجموعتين، المجموعة الأولانية مباني، منشآت، تجهيزات، سفن، طيارات. المجموعة الثانية هي الأصول المعنوية، وبستخدم لها نسبة إهلاك 10% بطريقة القسط الثابت. طيب أنا المجموعة الرابعة، المجموعتين دول الاثنين مع بعض انا بستخدم لهم طريقة بسميها اساس الاهلاك. اساس الاهلاك ده انا بحسبه من خلال 3 أو 4 أرقام على حسب الاصل اللي بيتم اهلاكه. يهمني رصيدي في اخر المدة، هضيف عليه اجمالي المشتريات، وهطرح منه اجمالي قيمة البيع او التعويضات، او هزود عليهم كمان اجمالي قيمة الاهلاك الاضافي لو كان البند اللي انا بتعامل معاه الات ومعدات. الرقم اللي هيطلع عندي ده هيكون 1/3، اما الرقم ده موجب واكتر من 10,000 جنيه، فهطبق النسب بتاعتي 50% او 25% على حسب اذا كانت المجموعة الثالثة او الرابعة، والباقي ده هيبقى رصيدي في اول المدة. طيب انا عندي لو كان الرقم ده موجب واصغر من او يساوي 10,000 جنيه، فانا بستخدم الرقم كله وبقول هذا الرقم بالكامل هيعتبر عبارة عن قسط الاهلاك العادي. اذا كان الرقم ده بالسالب، فمعنى كده انه هيضاف هذا الرقم بالكامل الى قائمة الدخل. طيب تعالى بعد كده نشوف حاجة قبل ما نبدأ نشوف تمرين، هو ايه الاهلاك الاضافي او الاهلاك المعجل احيانا بيسموه. الاهلاك ده بيتحسب بس زي ما قلنا للالات والمعدات، وده كمنحة اضافية او ميزة اضافية للشركات الصناعية عشان تتوسع في حجم العمل بتاعها. الحقيقة انا بستخدمه في الالات والمعدات اللي بتستخدم في عمل المنشأة، بستخدمه لمرة واحدة في السنة اللي بيتم فيها استخدام الاصل، بحسبه بنسبة 30% من قيمة الآلات والمعدات اللي أنا اشتريتها أو صنعتها، بيتطبق على الآلات والمعدات الجديدة والمستعملة، يشترط أن يمسك الممول دفاتر منتظم. تاني، الإهلاك الإضافي هو خاص بالآلات والمعدات فقط، ده واحد. الآلات والمعدات دي هستخدمها في نشاط المنشأة. اتنين، هستخدمه لمرة واحدة في أول فترة ضريبية هيتم فيها استخدام الأصل، هحسبه بنسبة 30% من قيمة الآلات والمعدات اللي أنا اشتريتها أو صنعتها، هطبقه على الآلات والمعدات الجديدة والمستخدمة، هيشترط أن يمسك الممول دفاتر منتظم. طيب أنا عايزة مثال هنبدأ نوضح فيه الفكرة بتاعتنا، أن في شركة من المنشآت أو منشأة من المنشآت بدأت نشاطها في سنة 2016 واشترت أجهزة حاسبات وتخزين بيانات. أول حاجة بتهمني في الإهلاك أنا عايزة أبص هو الأصل اللي أنا اشتريته ده تبع أنهي مجموعة. الأولى اللي هي أنا هحسبها بنسبة 5% بطريقة قسط ثابت، ولا هو تبع المجموعة الثانية الأصول المعنوية 10%، ولا هو تبع المجموعة الثالثة هخصم 50% من أساس الإهلاك، ولا أنا في المجموعة الرابعة الأصول الأخرى هخصم 25% من أساس الإهلاك. أنا عندي المجموعة بيقولي أن أنا اشتريت أجهزة حاسبات وتخزين بيانات، معنى كده أنا في المجموعة الثالثة اللي هي هستخدم فيها أساس الإهلاك. طيب الكلام ده
في 1/12/2016 هو اشترى شركة بدأت نشاطها، معنى كده انها ما كانتش موجودة قبل كده وما عنديش رصيد لأول مدة هيدهوني، بدأت تشتري أجهزة حاسبات وتخزين بيانات في 1/12، وزي ما اتفقنا انا ما بيهمنيش المدة في المجموعة الثالثة او الرابعة. الأجهزة اللي أنا اشتريتها دي اشتريتها ب20,000 جنيه. في 1/7/2017 يعني كل اللي حصل عندي في 2016 إن أنا اشتريت أجهزة ب20,000 جنيه وما عملتش أي حاجة تانية، لا بعت ولا حصل عندي أي حاجة جديدة. طيب في 1/7/2017 تم إضافة أجهزة أخرى قيمتها 5,000 جنيه، وفي 1/4/2018 أنا اشتريت جهاز تخزين بيانات بتكلفة 2,200 جنيه، والمطلوب إن أنا أحسب الإهلاك لواجب اعتباره من تكاليف وجبة الخصم في سنين 2016 و2017 و2018. بالراحة بقى عشان نشوف إحنا بنتعامل إزاي. إحنا هنبدأ بسنة 2016. خلي بالك معايا، أنا عندي حاجة اسمها أساس الإهلاك، ده الرقم اللي أنا هبدأ استخدمه واشوف الرقم ده هو موجب واكتر من 10,000 جنيه ولا موجب واقل من او يساوي 10,000 جنيه او سالب، هتعامل معاه ازاي. طب بص معايا كده، انا رصيدي في اول مدة ما كانش عندي رصيد في اول المدة لان الشركة كانت لسه بدأ الشغل بتاعها، واشتريت خلال الفترة حاجات بما يعادل 20,000 جنيه. طب السؤال دلوقتي، انا عندي كام رقم بيحدد اساس الاهلاك بما ان انا مش الات ومعدات؟ انا عندي 3. انا عندي رصيدي في اول المدة، ده اللي انا ببدأ بيه، وعندي حاجة تانية المشتريات، لو كنت اشتريت حاجة خلال السنة، لو كنت بعت حاجة خلال السنة، واتفقنا ان رصيد اول مدة زائد الاضافات بطرح منه قيمة المبيعات او التعويض اللي انا باخده. طيب في سنة 2016 الحقيقة انا ما عنديش غير بيان واحد، لا عندي رصيد اول مدة ولا بعت حاجة خلال الفترة، وبالتالي انا كل المبلغ اللي هم 20,000 جنيه اللي انا اشتريت بيهم ده بيمثل لي رصيد اساس الاهلاك في اخر السنة. السؤال، الرقم ده ماله؟ هو رقم موجب واكتر من 10,000 جنيه، وبالتالي وهو ضمن المجموعة التالتة، وعشان كده انا هحسب اهلاك بنسبة 50%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاخد رقم العشرين الف جنيه ده هاخده واضربه في 50% عشان يديني قسط الاهلاك اللي انا هحسبه في سنة 2016. طيب انا كان عندي رصيد قيمته 20,000 جنيه، خدت منه قسط اهلاك ب10,000 جنيه، اذا رصيد اساس الاهلاك في نهاية سنة 2016 اللي هيفضل عندي بعد ما اخد من 20,000 جنيه قيمة قسط الاهلاك 10,000 جنيه، هيفضل عندي 10,000 جنيه. ده ماله بقى؟ ده أساس الإهلاك اللي هبدأ بيه السنة الجديدة اللي هي سنة 2017. تاني، أنا أول سنة ما كانش عندي غير الإضافات اللي أنا عملتها في 1/12/2016، وبالتالي أنا لا عندي رصيد لأساس الإهلاك في أول فترة ولا عندي حاجات أنا بعتها. يبقى معنى كده الرقم الوحيد اللي موجود عندي كقيمة قابلة للإهلاك في نهاية سنة 2016 هما 20,000 جنيه. أنا مجموعة تالتة والرقم ده موجب وأكتر من 10,000 جنيه، معنى كده أنا باخد نسبة 50% وبعتبر إن ده قيمة قسط الإهلاك. لما أخد 20,000 جنيه وأخد منهم 50%، إذا قيمة قسط الإهلاك تعادل 10,000 جنيه. العشر تلاف الجنيه التانية دي جات لي منين؟ هي الفرق ما بين القيمة قبل الإهلاك لما أطرح منها قسط الإهلاك. يبقى معنى كده أنا هبدأ سنة 2017 برصيد لأساس الإهلاك قيمته 10,000 جنيه. طيب لو جينا هنا السنة المنتهية في 31/12/2017، أنا بدأت برصيد أساس إهلاك قيمته 10,000 جنيه، وانا ضفت اجهزة في 1/7/2017 قيمتها 5,000 جنيه. طيب هو انا بعت حاجة؟ ما بعتش. يبقى معنى كده الرصيد في نهاية السنة هو عبارة عن رصيد اساس الاهلاك في اول الفترة اللي هو نفسه رصيد اساس الاهلاك في 31/12/2016 زائد المشتريات، هيديني رصيد 15,000 جنيه. الرقم ده ماله؟ الرقم ده موجب واكبر من 10,000 جنيه،
واحنا اتفقنا ان احنا في المجموعة الثالثة، فانا هطبق عليه نسبة 50%. معنى كده ان قسط الاهلاك اللي عندي هو عبارة عن 15,000 جنيه، لما اضربه في 50% هيديني 7,500 جنيه. طيب انا هيفضل عندي كام؟ انا عندي رصيد اساس الاهلاك في اخر الفترة 15,000، لما اطرح منه 7,500، اذا الرصيد الفاضل عندي 7,500. هنيجي لاخر سنة وهي 2018، انا بدأ برصيد اهلاك اساس الاهلاك قيمته 7,500، انا ضفت اجهزة موجودة عندي في 1/4 قيمتها 2,200، ما بعتش حاجة. الكلام ده معناه ان الاتنين دول على بعض انا عندي الرصيد في نهاية سنة 2018 9,700 جنيه. الرصيد ده موجب، ولكن المرة دي هو اقل من 10,000 جنيه، وبالتالي انا باخد المبلغ ده بالكامل وبعتبر ان ده قسط الاهلاك. وانا عندي 9,700 جنيه، طرحت منهم الرقم بالكامل، اذا انا هبدأ الفترة الجديدة برصيد اساس اهلاك يعادل صفر، وعندي قسط الاهلاك اللي موجود في سنة 2018 يعادل 9,700 جنيه. الحقيقة هنستكمل الموضوع ده مع بعض في المحاضرة اللي جاية، هناخد كل التكاليف اللي هي وجبة الخصم بنص القانون، وهناخد تمرين عليها. كل الأمنيات ليكم بالتوفيق، وأتمنى أن يكون معانا العشرة الأوائل، هيكون تكريم خاص ليهم في صورة شهادات تقدير ونسخة من الكتاب. كل الأمنيات بالتوفيق لغاية ما نشوفكم على خير المرة الجاية بإذن الله. شكرا جزيلا لكم جميعا.